سؤال سؤال مهم نصيحة سؤال نصيحة سؤال ما هذا النصائح أي حزين إحنا عندنا طول عمرك سؤال إن يعني مثل ما سمعنا الذي طبقت عليهم الصخرة ودعوا الله بصالح أعمالهم إن هذا الإنسان مثل لو أنه مثل استولى على أمره وخلاه قال يا رب خوف منك ورجع ما عندك أن يسألوا مثل أهو بعض السؤالات أو يسألوا بعض السؤالات بالآخرة هذا يعني نعم يعني يسأل أبو علي عن التوسل بصالح الأعمال إيه هل هو هذا جائز التوسل بصالح الأعمال جائز مثلا يكون العمل صالح فعله الإنسان يقول اللهم إني فعلت كذا صليت تصدقت تعففت عن الزنا بريت والدي نعم اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك ففرج كربتي أو فشي مرضي هذا جائز لا بأس به وهو من الأمور المشروعة حتى في ترك المعاصي لأن الرجل الذي توسل إلى الله ثلاثة الذين انطبق عليهم الغائر أحدهم ترك المحرم كان له بنت عم وكان يحبها حبا شديدا وقد راودها عن نفسها فأبت فألمت بها سنة من السنين واحتاجت وجاءت إليه ومكنته من نفسها فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام وتركها وهي أحب الناس إليه عفة وتقوى لله عز وجل تركها فتوسل إلى الله بهذا الترك المحرم لأنه الآن تمكن جلس منها مجلس الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامل فلما ذكرته بالله قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام لله لا يخاف إلا الله عز وجل فكان هذا سببا في تفريج كربته نعم السؤال واحد اشتى المرة فيني ما أدري أجيب ولا ما جه المرة بس أنا تو أسقطت الأدب تكلمت من غير إذن مع الأخوان هل مناسب إلى جوبة على طلبة العلم والمشايخ ما يقول كل واحد يرجو لحالهم إنه يتكلم ما إذا أو لا مناسب إذا جاء إذا كان إنسان ما تكلمت أنا تو إذا جاء إنسان إذا إلى مكان وفي جماعة ينتظرون علم فهم لم يأتوا إلا للعلم فإذا تكلم عليهم أو تكلم معهم بعلم صحيح فهذا طيب هذا طيب وربما نقول لو تأتي أنت كل خميس إن شاء الله تعالى لجل إلى صالينا الشغل يمين ويسار مثل اللي عرض لنا ثو تحدث الناس تبين قلوبهم وارجنا ذا وشبنا هذا التقبل بس حنا الحمد لا لا الحمد لله طيب أيها أقول ما أدري نعم.